نرحب بسي خالد الدرواسي رئيس جمعية مدينة اللي كينظم واحد الربع ديال الافطار الجماعي. كيفاش تقيم هذا النسخه الربع ديال الافطار الجماعي؟ نظمتو بواحد الفضاء جميل في بكلش مدينه مارتين. سعيد. شكرا على الاستضافه. جمعيه مدينه تنظم الدوره الرابعه من سلسله الافطارات الرمضانيه لفائده الطلبه اللي كينحضروا من دول افريقيا جنوب الصحراء واللي كيتابعوا الدراسه ديالهم بجامعة عبد الملك السعدي وبمعاهد التكوين المهني بساحل تامن دبي. هاد الدورة هادي اللي كتعرف المشاركة ديال التمثيليات ديال 23 دولة إفريقية وعدد ديال الطلبة كيفوق 80 طالب اللي استفدوا رفق الأشقاء والإخوة ديالهم المغاربة من هاد الإفطار الجماعي وعاشوا هاد الأجواء الرمضانية الجميلة في ظل روح الاستقبال والضيافة المغربية الأصيلة بهذا الفضاء الجميل بساحة كليوباترا وفضاء كليوباترا بكورنيش مدينة مارتيل. من جهة أخرى هذا اللقاء يندرج في إطار المساعي ديال جمعية مدينتي للتضامن الإفريقي من أجل المساهمة في تنزيل الرؤية المولوية السامية جنوب جنوب في الشق المتعلق بالإدماج الاجتماعي والثقافي للإخوة الطلبة الأفارقة اللي كينحضروا من دول جنوب الصحراء. وفي إطار أيضا يعني البرنامج السنوي ديال الجمعية اللي فيه ملتقى المغرب إفريقيا فيه أيضا مهرجان سنوي كيتنظم ديال الشباب الأفر المتوسطي اللي كنحاولوا من خلاله أننا نبرزوا يعني الغنى الثقافي والتراثي ديال الدول المشاركة واللي عندها تمثيلية هامة على مستوى مدينة تطوان ومدينة مرسي. سي خالد شفنا هذا الشعار ديال النسخة هذه الإنسانية تجمع، كيفاش جات تختار هذا الشعار هذا؟ الإنسانية تجمعنا، الإنسانية أولا والإنسانية أخيرا، هذا مبدأ تربينا عليه كمغاربة وجلالة الملك نصر الله المربي الأول والإنسان الأول بالمملكة المغربية. إنسان يتعاطف مع كل هموم الدول الإفريقية والتجربة ديال المغرب في جائحة كورونا خير دليل على أنه المغرب يمثل ويجسد يعني هذا النموذج الحقيقي ديال الإنسانية من خلال يعني الإرسال ديال المغرب ديال العديد من العديد ديال المساعدات الطبية واللوجستيكية اللي كيساعد بها الدول الافريقيه اثناء الحاجه. وهذا الشيء ماشي جديد على المغرب، هذه ثقافه اصيله جدا. شي كلمه اخيره، شي رساله شكرا. نحيي السلطات المحليه والاقليميه على المجهود اللي كتبذلوا في التحفيز وتشجيع المبادرات الجمعويه الهادفه بالمدينه. كنحيي ايضا السلطات الامنيه على المجهود ديالها في استغلال الامن والسكينه والاستقرار، وهذه بالشهاده ديال الاخوه الافارقه اللي كيعيشوا يعني بهذه المدينه هذه واللي كيفتخروا انهم كيعيشوا بالسلم وبامن وبسلام. وكنحيي الشركاء ديال جمعيه مدينتي اللي في المقدمه ديالهم جمعيه الطلبه والمتدربين الاجانب بتطوان وباقي الشركاء كمطعم خي احمد و كيلو قطرة ايضا وباقي الشركاء اللي ساهموا معنا من انجاح هذا النشاط. شكرا.